أمانة في مدينة كلباء إلى الآن ولله الحمد نطمئن الجمهور كما ذكرت أن الأوضاع ولله الحمد تحت السيطرة بوجود الجهات المعنية والجهات المختصة في مدينة كلباء، هيئة الأزمات والكوارث وكذلك بلدية مدينة كلباء والقيادة العامة لشرطة الشارقة أمانة منذ صباح اليوم، وهم يتوافدون على مدينة كلباء وعلى شاطئ مدينة كلباء للوقوف على الاستعدادات في هذه الحالة المدارية وحالة الحالة المدارية شاهين. فبالتأكيد كما نرى اليوم يعني الجهات تقوم بأكمل وجه بدورها المتكامل، جميع الجهات اليوم متكاتفة وجميع الجهات اليوم يد بيد للتصدي إلى مثل هذه الحالة. فنحن نطمئن الجمهور بأن ولله الحمد بوجود الجهات المختصة ووجود هذا الدور الكبير وكذلك التوجيهات اللي تردهم من قبل هيئة الأزمات والكوارث بالتحديثات حول هذه الحالة المدارية. طبعا كما نرى اليوم في مدينة كلباء ومنذ الأمس للأمانة كانت الجهات المعنية في بلدية مدينة كلباء تقوم بدور كبير وجبار لوضع هذه الحواجز للتصدي إلى الأمواج في مدينة كلباء. وكما نرى الآن ولله الحمد نطمئن كذلك الجمهور بأن ولله الحمد إلى الآن الحالة مستقرة وإلى الآن الحالة ولله الحمد تحت السيطرة كما ذكرنا. فالجهات اليوم بالتأكيد لهم ألف تحية على ما يقدمونه من هذه المجهودات والدور الكبير. فاحنا بس اللي نبغيه من الجمهور بانهم يعني ياخذون هذه المصادر والاخبار من مصادر موثوقه بعدم تداول الشائعات من مصادر غير موثوقه وكذلك غير يعني ليس لها اي حقيقه. فبالتاكيد اليوم كما نرى هذه الاستعدادات وهذه طبعا الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية في مدينة كلباء هي على أتم الاستعداد وأكمل وجه. فبالتأكيد راح نكون معاكم بمواصفاتكم بآخر الأحداث وآخر كذلك الأوضاع في مدينة كلباء، وراح نوافي كذلك الجمهور بآخر مستجدات حول هذه الحالة. محمد تسمعني؟ أي استفسار حابب تستفسر عنه أبو راشد في مدينة كلباء وحول هذه الحالة المدارية في المدينة؟ أخ محمد إذا تسمعني أنا كنت بسألك هل الناس عامة الناس حد منهم متجمع موجود على الكورنيش أو على الشاطئ، ولا الجهات يعني هل امتثلوا للأوامر بالابتعاد عن البحر، والذين يعملون هم من الجهات الرسمية المخولة بالعمل فيها في مثل هذه الظروف، ولا بعض الناس من باب الفضول لا زالوا يأتون ويتفرجون ويشاهدون؟ لفتة جميلة بالأمس رأيتها براشد في مساء الأمس، كانوا الأطفال يوزعون الماء في عمل تطوعي، بادرة تطوعية على العمال والموظفين العاملين في بلدية مدينة كلباء بوجود طبعا الشرطة والقيادة العامة لشرطة الشارقة ومتابعتهم الحثيثة. أمانة كتجمعات لم نرى إلى الآن أي تجمعات، ممتاز. الجميع اليوم ملتزم بهذه الإجراءات اللي وضعتها الجهات المعنية وكذلك الشرطة اليوم يعني تقوم بأكمل وجه أمانة من الأمس، وإحنا نشوفهم يأمنون هذا الشاطئ ويأمنون الحركة المرورية، وكذلك نرى اليوم الالتزام من الناس بتداول بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التجمعات في مثل هذه الحالات. محمد أبغى أسألك، هذا الكاسر اللي الحين أو الحجارة التي تضعها الآليات كم تقريبا غطت من الشاطئ من الكورنيش، كم نسبة كم تقريبا يعني، لأن الصورة عندي مو باينة، المصور مش موضح لي المكان بالكامل، هل تغطي هذه الحواجز الكورنيش كامل ولا بعدها ما انتهت؟ إلى الآن براش تقريبا بنسبة 70% تم تغطية المنطقة بشكل كامل، بنسبة 70% ما زالت الجهات تقوم بدورها بوجود المهندسين وأصحاب الاختصاص وأصحاب الخبرة في هذا المجال لطبعا يعني معرفة عملية سير طبعا مجرى المياه وكذلك عملية سير هذه الكواسر. فاليوم ما شاء الله الجهات المعنية تقوم بدورها بشكل كامل فمؤمنة هذه الكواسر، والجهات أيضا أو المناطق اللي لم يتم ايضا العمل فيها هذه الكواسر لم يتم انتهاء منها يعني الدوريات تكثف وجودها وتكثف وجودها في هذه الاماكن حتى الانتهاء من الكواسر. على كل نشكرك اخ محمد ويعطيك الصحه والعافيه، ونتمنى كذلك يعني بقائك معنا، سوف نعود لك ان شاء الله حتى تبقينا لحظه بلحظه اذا كانت هناك اي تطورات في الاوضاع او في حاله الطقس. مشكور اخ محمد ما قصرت.